تكلم بمرتبة الإحسان في حديث جبريل الطويل. الإحسان لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر رضي الله عنه قال أخبرني عن الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، ولأنك لا يمكن أن ترى الله إلا من خلال ملكوته، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، ولكن نعتقد الاعتقاد الجازم أن الله يرانا، إن لم تكن تراه فإنه يراك. صيامة في العشر الأواخر أيضا بالإضافة إلى الاعتقاد التي نجتهد فيها وهي في أوتار العشر الأواخر، ويجتهد الإنسان في العشر الأواخر. طبعا قيام الليل مش شرط لازم كما الوقوف بعرفة، بعض الحجاج كيظن أنه لما يروح لعرفة يبقى واقف، الوقوف بالوقفة، والمقصود الوقفة أنك تتواجد في صعيد عرفة. فكذلك قيام الليل لا يشترط أن يكون الصلاة وفقط. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. صيامي يلبس أبيض قانون يرفع إلى الله كما كان مقبولا إن شاء الله. فزكاة الفطر من الله وما كان لها من معركة فيسبوك وشريفة إن شاء الله. الفقه له فمليح الإنسان يعرف عاش من عرف قدر نفسه. الإمام أبو حنيفة، الإمام الشافعي كان يسافر من أجله إلى العراق. الإمام البخاري اللي احنا ندو سنة النبي صلى الله عليه وسلم منه يقول بجواز القيمة. الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز يقول بجواز القيمة. ثم شريعة الإسلام كلها مذاهب وسنن وتفاسير كلها جاءت لحاجتين. الإسلام كله جاء باش يعطينا زوج حوايج، جلب المصالح ودرء المفاسد، هذا هو الإسلام. عليكم ورحمة منه وبركاته، عليكم منا سلام الله ما سطعت شمس الضحى ومنارت سائر الحدب، عليكم منا سلام الله من أمرت بالغيث مزن وما تسقيه من عشب، قطوف من زهور الياسمين نقدمها لكل الحاضرين. مرحبا بكم بتراحيب فاقت جبال والشريس ثباتا وازدادت عن مرابعها نباتا. أستاذ كمال إمام المسجد، أستاذ عبد المنزل أستاذ عمر عفاق إعلامي بيزنس لو تسمح لي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نتواجد في حي من أحياء مدينة بوقادير، حي مرانينيا، مسجد سيدي سنوسي، لتكريم بعض الوجوه التي ساهمت في بناء هذا المسجد والتي ساهمت في حسن تسييره، بدءا من المسجد إلى بعض المحسنين. وتوجهنا بكلمة من خلال هذا الدرس إلى جموع المصلين، مذكرين أنفسنا وإياهم ب ضرورة الجد والاجتهاد في العشر الأواخر، والجد والاجتهاد في ترقب ليلة القدر التي نسأل الله عز وجل يبلغنا إياها، ثم في زكاة الفطر وفوائدها الدينية والاجتماعية. طبعا هذه الجلسات الإيمانية التكريمية التي تتخللها ليالي رمضان، نسأل الله عز وجل أن يعمم فيها الخير وأن يكتب لنا فيها القبول، وأن يحفظ من خلالها أبنائنا حفظة القرآن الكريم الذين يكرمون، وحق لنا أن نتكرم من خلال تكريمهم وأن نتشرف من خلال تشريف هؤلاء. السلام على شرف المرسلين. المهم بوركت الصحافة لأنها كالغيث أينما وقعت نفعت، وبورك كل الإعلاميون. رسالة منا من هنا من مسجدنا مسجد سي سنوسي بالمرينية بلدية بوقادير ولاية شلف، نشكركم على الاستضافة، نشكركم على الحضور، وباركتم ودامت المحبة بيننا وبينكم، وتقبل الله صلاة الجميع وصيام الجميع وصحائتكم.